الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نراجع ما اخذناه في الدرس الماضي ثم نكمل باذن الله تعالى. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ماذا اخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، عن أبي هريرة قال وجل عليه الصلاة والسلام أوسان. نعم، وقلنا هذا فيه حال الصحابة رضي الله عليهم أنهم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة والوصية، واختصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يذكر وصية ولا يذكرها للآخر. قلنا باعتبار حال هذا الشخص ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في حاله، ونحن ماذا نصنع؟ نأخذ بكل الوصايا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لا تغضب، وكرر عليه هذا، فرأيت يقول كل الخير في ترك للغضب. نعم، كيف يصنع هذا؟ قلنا يصنع هذا بأن يرجع إلى الشريعة. إذا غضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضأ، أو إذا كان قائم يجلس، جالس يضطجع، أو يخرج، قلنا يعود يعتاد على هذا، يكثر من ذكر الله، من الاستغفار، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يجعل دائما في لسانه ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك أخواننا الصحبة الصالحة تكون سبب، لأن الإنسان بحسب البيئة التي هو فيها. وانت تعرف بعض البلدان هدانا الله اياه، يعني اعتاد الصغير عن الكبير، يعني اذا غضب يسب ويشتم، وفي بعض المناطق اعتاد الكل انهم لا يغضب، ومشوا على هذا، مهما حصل تجده لا يغضب. لابد ان يغضب احيانا، صحيح. وقلنا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله. الغضب الذي يؤدي إلى السب والشتم واللعن والظلم وغيره هذا مذموم، لكن يغضب لله يصح ولا بد. أي نعم. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، غيره؟ نعم، اتق الله. قلنا الوصية بتقوى الله، وصية الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، حيثما كنت في كل مكان، ولا يمكن أن يكون في مكان دون مكان آخر، وبخاصة إذا كان لا يراه أحد، وهذا هو أعلى المراتب. نعم، واتبع السيئة الحسنة تمحها. وقلنا إن الحسنات قال الله سبحانه اذهبنا السيئات، وكل بني آدم خطأ. ثم قرنا قلنا مع هذا حسن الخلق، لأن الرجل يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. نعم، وكان خلق القرآن عليه الصلاة والسلام، الله تعالى غيرها. نعم، احفظ الله يحفظك. وقلنا هذا يكون بحفظ. نعم، فإن سار الإنسان على شريعة الله حفظه الله، وقال ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن. يقول ابن القيم رحمه الله كل من كان مع الله لا يحزن، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، صحيح، وهو يتولى الصالحين، فإذا تولاك الله فأنت صالح. قال الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه الآية، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، أي مقامي فيكم، وتذكيري بآيات الله، فعلى الله توكلت وأرشدهم أن يصنع أشياء. قال فأجمعوا أمركم، يعني اجتمعوا على أمر واحد وهو قتلي، واجتمعوا أنتم وشركاءكم، ثم لا تنظرون إلى غدا، الآن
تقوم بقتله. استطاعوا؟ ما استطاعوا. لماذا؟ على الله توكل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، اجتمع عليها هؤلاء لحرقه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اجتمع الأحزاب، قريش والأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله، وأراد أن يقضوا عليه بعد أحد. قال عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس الركب، إن الناس قريش والأحزاب، والأحزاب قد جمعوا لكم أي الجمعة فاخشوهم، فزادهم إيمان. احفظ الله يحفظ تجاهه. وقلنا معية الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون معية عامة لكل الخلق، أو معية خاصة بالمؤمنين. نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، وقلنا لابد من الإيمان بالقضاء والقدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن أخطأك، وما أخطأك لم يكن أصابك، ترضى بكل ما قدر الله سبحانه وتعالى عليك. وهذا لا يعني أنك لا تأخذ بالأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب، الله يفتح عليك. وغيره. نعم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قلنا أن الحياء من الإيمان، وأنه لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ أن بعض الناس يعبر اليوم بهذا، يقول لا تستحي كل، نقول لا، تقول لا تخجل، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم، هناك أمور يستحي منها بعض الناس ويظن أنها من الحياء، وهي ليست من الحياة أصلا. يعني الآن بعض الناس يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، يطلق اللحية، يقصر الثوب، ويكون في بعض المجتمعات وماذا؟ ويتخفى. صحيح؟ خاصة إذا كان في المطار مثلا أو في كذا، صدق يرى الكل مخالفين، وهذا إشكال عندنا. في سلطنة من الأزمنة الغابرة كان هذا السلطان أراد في يوم من الأيام الخروج إلى مكاننا، خرج فقطع أنف السلطان، رجع إلى قصره واستدعى الوزير، فجاء الوزير قال قطع أنفي، ما العمل؟ إذا رأى الناس هذا عابوا علي، وقد يكون انقلاب أو كذا. فقال له الوزير عندي حل. قال ما الحل؟ قال نقطع أنوف الشعب، كل من في هذه السلطة أقطعونه، مثل ما قالوا ونبدأ بك. فبدأ بك، أصبح أهل هذه المملكة أو هذا السلطان كلهم قطعين الأنوف. في يوم من الأيام بعد فترة اعتاد الناس على هذا، جاء رجل غريب عن هذه البلدة، عندما دخل أخذ أهل البلدة يقول انظر انظر بأمر. الآن الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعاب عليه، وماذا يصنع هو؟ يستحي. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغير قال أذلنا الله. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. التمس رضا الله ولا تبالي، النتيجة رضي الله عنك، هذا يعني من أعلى ما يكون، وأرضى عنك الناس. نعم، انتهى فقط. نعم، الحديث إن الله كتب الإحسان عليك، كتب الإحسان، وذكرنا أن الإحسان يكون في عبادة الله
على مرتبتين، ويكون إلى عباد الله من الإنس ومن غير الإنس، صحيح. وأن بعض الناس يفهم أن الإحسان الإساءة، نعم، ويقول ما على المحسنين من سبيل وهو مسيء. فإذا كلف إنسان بعمل أو تطوع لابد أن يأتي بهذا العمل، أو يكلف إنسان بأن يقوم بهذا العمل. طيب، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أمثلة في القتل وفي الذبح كذلك، نعم. طيب، فتح الله عليك. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي عمر، وقيل أبي عمر، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن الصحابة رضي الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا حريصين غاية الحرص على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، يعني يريد أن يقول له قول لا يمكن أحد أن يتكلم بهذا القول إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله. قل آمنت بالله، وهذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل شخص بالذي يكون هو يعني لائق به أو محتاج له. آمنت بالله ثم استقم، إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله تقدم معنا، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية وألوهية وأسماء وصفات وإيمان بوجود، وتقدم معنا الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. ثم استقم، ولهذا يقول الحميد رحمه الله تعالى: الأصل أننا نقول في بعض الناس أنه ملتزم، والصحيح أن نقول هذا مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نعم. فهذا الحديث فيه ما يكون من القلب، سواء كان بالاعتقاد أو بماذا؟ بالعمل. وذكرنا أن العمل له، أن القلب له عمل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وكذلك باللسان وكذلك بالجوارح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. ووصف الطريق هذا بأنه طريق مستقيم مذلل مهيئ. نعم، اهدنا الصراط المستقيم. قلنا هذا قال عنه شيخ الإسلام أنه أحسن دعاء أو كذا. نعم. قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صدقت. أن رجلا، قلنا هذا يعني معرفة هذا الرجل لا يتوقف عليه شيء. نعم. أرأيت إذا صدقت المثوبات، يعني أخبرني إن أنا أتيت بالصلوات المفروضة الخمس. نعم. وصمت رمضان، وصيام شهر رمضان كاملا، وأحلمت الحلال، وأحلمت الحلال، وهذا فيه أن الحلال والحرام لابد من الرجوع فيه إلى الشرع، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: أنا أحل ما أحل الله وأحرم ما حرم الله، وليس لي أن أغير شيء من عندي. نعم. وحرمت الحرام. نعم. ولم أزد على ذلك شيئا. ولم أزد على ذلك شيئا. طيب، بقي الزكاة والحج من أركان الإسلام. لو قال قائل، نقول: إما أن يكون الحج
لم يفرض بعد، ولأن الحج على ما نعلم فرض في السنة التاسعة من الهجرة. نعم. طيب، أو أن هذا الرجل يعني يتكلم الآن والحج لم يأتي زمن. أما الزكاة قالوا إما مثل هذا أو أنه فقير. نعم. طيب، على اعتبار أركان الإسلام خمسة ولا يمكن يشك في هذا أحد. نعم. أدخل الجنة؟ أدخل الجنة يا أخواننا، هم هؤلاء شيء واحد، الآخرة للأولى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. في حديث خيبر بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر، فتح خيبر، خيبر أموال طائلة، لم يلتفت أحد إلى هذا، التفتوا إلى محبة الله، شغل هؤلاء الشاغل رضا الله سبحانه وتعالى، فباتوا يدكون. ولا بد أن يكون هذا حال كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ما استفاد شيء. الهم والشغل الشاغل أدخل الجنة. نعم. قال نعم. قال نعم. نعم. رواه مسلم: ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلا. أو أكثر من هذا على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.